السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل حل تمارين رياضيات الصف السادس ابتدائي المنهج الجديد. وصلنا إلى فقرة أحل من موضوع محيط الدائرة ومساحتها، صفحة 189. حديقة دائرية الشكل نصف قطرها 14 متر، يراد عمل سياج حولها، فإذا كانت تكلفة المتر الواحد 5000 دينار، فكم تكلفة السياج؟ أول شيء هنا نمطيني نصف القطر، شنو يريد؟ يريد المحيط عمل سياج حولها، يعني عمل سياج حول الحديقة، عمل سياج حول الحديقة، يعني هنا شنو يريد؟ يريد المحيط، هنا شنو يريد؟ يريد المحيط، يراد عمل سياج حولها. فإذا كانت تكلفة المتر الواحد 5000 دينار، فكم تكلفة السياج؟ يعني أول شيء راح نحسب المحيط اللي حول الحديقة، راح نحسب المحيط حول الحديقة، بعدين راح نحسب تكلفة السياج. هسه أول شيء راح نكتب قانون محيط الدائرة، قانون محيط الدائرة، لأن هو يريد محيط الحديقة والحديقة دائرية الشكل. إذن راح نطبق قانون محيط الدائرة يساوي القطر في النسبة الثابتة، القطر في النسبة الثابتة، أو تكتبونها بالرموز ميم حاء يساوي راء في النسبة الثابتة أو النسبة التقريبية، زين، ويساوي هنا شنو يريد بالقانون؟ يريد القطر. أنا شنو عندي هنا بالسؤال؟ منطيني نصف القطر، نصف القطر. إذن هنا شلون أكتب القطر؟ أطبق قانون القطر اللي هو يساوي نصف القطر في 2، يعني هذا نصف القطر أضربه في 2 راح يكون هو القطر. هنا أقول القطر يساوي نصف القطر في 2 ويساوي إيش قد نصف القطر منطيني؟ 14 في 2 ويساوي 2 في 4 8، 2 في 1 2، إذن القطر إيش قد؟ 28 متر. إيش قد طلعنا القطر؟ 28 متر. هسه أجي أطبقه بالقانون، القطر 28 متر في النسبة الثابتة. النسبة الثابتة ذكرنا إنه هي بها نسبتين، يا أما نكتب 3 عدد صحيح هو 14%، أو نكتب الكسر اللي هو 22/7. هنا راح أختار الكسر اللي هو 22/7. ليش؟ لأن هنا عندنا القطر 28، والثمانية وعشرين هي من مضاعفات 7، وهذا كله ذكرته بالشرح. إذا كان القطر أو نصف القطر 7 أو من مضاعفات 7، فنختار النسبة الثابتة اللي هي 22/7، وذلك لسهولة الاختصار. هسه هنا أقدر أختصر بين 28 وبين 7، باعتبار أنه 28 مقامها 1. هنا راح أختصر على 7، 7 كمرة بها 7 بها 1، 28 كمرة بها 7 بها 4، لأن 4 في 7 28، ويساوي هسه راح أضرب 4 في 22، 4 في 2 8، 4 في 2 8، وهذا المتر. إذن محيط الدائرة إشكيد 88 متر، 88 متر اللي هو محيط الحديقة، محيط الحديقة هي 88 متر. زين هسه حسبنا المحيط، حسبنا محيط الحديقة 88 متر. انتبه للسؤال، شنو مطلوب بالسؤال؟ يريد تكلفة السياج، تكلفة السياج. انتم دائما انتبهوا على مطلب السؤال، شنو مطلب السؤال؟ شنو يريد؟ يريد هنا تكلفة السياج. إيش قد منطيني المتر الواحد 5000؟ زين أذا 88 متر إيش قد؟ إذن هنا أقول تكلفة السياج، تكلفة السياج يساوي هاي 88 راح أضربها في 5000، 88 متر في 5000 ويساوي هذه الأصفار 3 ننزلها. هاي هنا المتر ما حاجة أكتبها، لا راح أطلع بس التكلفة. هاي 3 أصفار ننزلها. هسا أقول 5 في 8 40 0 و4، إعادة تسمية، 5 في 8 40 و4 44. إذن تكلفة السياج هي 440,000 دينار، هي تكلفة سياج الحديقة. هنا أقول تكلفة سياج الحديقة. إذن تكلفة سياج الحديقة هي 440,000 دينار، صار واضح؟ النقطة السابعة، حديقة دائرية الشكل نصف قطرها 40 متر، أحيطت بطريق عرضه 2 متر، أجد مساحة الطريق. يعني هنا عندنا حديقة
دائرية الشكل إيش قد مساحتها؟ مساحتها 40 متر. أحيطت بطريق هنا إيش قد عرضه هذا الطريق أو الممر؟ إيش قد هنا عندنا 2 متر. هنا عندنا 2 متر. يعني أول شيء راح نطلع مساحة الحديقة، بعدين نحسب مساحة الحديقة والطريق، بعدين راح نطرح مساحة الحديقة راح تبقى بس مساحة الطريق. هسه هنا أول شيء راح نطبق قانون مساحة الدائرة. ليش نطبق قانون مساحة الدائرة؟ لأن مساحة الحديقة هي دائرية الشكل. إذا نقول مساحة الدائرة أو مساحة الحديقة يساوي نصف القطر في نصف القطر في النسبة الثابتة. نصف القطر في نصف القطر في النسبة الثابتة، أو تقولون نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة أو النسبة التقريبية، ويساوي إيش قد منطيني نصف القطر؟ 40 متر. 40 متر في 40 متر في النسبة الثابتة اللي هي 3 عدد صحيح و 14 جزء من 100، ويساوي هسه راح أضرب هنا عندنا صفرين، أنزل الصفرين وأقول 4 × 4 = 16، والمتر في المتر متر مربع، في هنا عندنا النسبة هي 3 عدد صحيح و 14%، أنزلها ويساوي هسه راح أضرب أرفع الفاصلة وأضرب وبعدين أرجع الفاصلة، هنا عندنا صفرين أنزل الصفرين وأضرب، هنا أقول 314 × 16. 6 × 4 = 24، 4 و2 إعادة تسمية، 6 × 1 = 6 و2 = 8، 6 × 3 = 18، أنزل الصفر اللي راح أضرب بالعشرات، 1 × 4 = 4، 1 × 1 = 1، 1 × 3 = 3. هسه راح أجمع 4 + 0 = 4، 8 + 4 = 12، 2 + 1 إعادة تسمية، 1 و8 = 9، 1 + 10 = 0 و 1 إعادة تسمية، 1 + 1 = 2 و 3 = 5. إذن هنا راح يصير عندنا العدد 4 × 2 = 50. هنا عندنا هذه مساحة هي مساحة الحديقة، مساحة الحديقة. زين هنا عندنا كم مرتبة بعد الفاصلة؟ هنا عندنا مرتبتين، فأحسب مرتبتين وأضع الفاصلة، هنا أقول 1 × 2 وأضع الفاصلة. هنا ورا الفاصلة أصفار، يعني هذه بعد ما إلهن قيمة. إذن هنا عندنا مساحة الحديقة شقد؟ عندنا 5024 متر مربع. 5024 متر مربع هي مساحة الحديقة. هسا شنو طلعنا؟ طلعنا فقط مساحة الحديقة. هسا راح نحسب مساحة الحديقة والممر أو الطريق. هنا نقول مساحة الحديقة والممر يساوي إيش قد هنا؟ راح نكتب القانون نفسه لأن هي الحديقة دائرية ونريد هنا المساحة، إذا راح نكتب القانون نفسه ويساوي هنا عندنا نصف القطر في نصف القطر. هنا عندنا القطر نصف القطر 40، راح يصير 40 + 2، 40 + 2 يساوي 42. يعني هنا نقول 42 متر في 42 متر في هنا عندنا النسبة الثابتة. شنو نختار يا نسبة؟ نسبة هي 22/7. ليش ما اختارين 3 عدد صحيح و 14%؟ لأن هنا عندنا نصف القطر هي من مضاعفات السبعة، 42 هي من مضاعفات السبعة، إذا راح اختار هنا النسبة اللي هي 22/7. هسه هنا اكو اختصارات بيناتهم؟ نعم، بين 42 وبين السبعة أقسم على سبعة، هذه بها 1 و42 كم مرة بها 7؟ بها 6، لأن 6 × 7 = 42، ويساوي هسه راح أضرب 42 × 6 × 22. هنا أقول 42 × 6، 6 × 2 = 12، 2 + 1 إعادة تسمية، 6 × 4 = 24 و1 = 25، 25 متر في المتر متر مربع، في هنا عندنا 22 ويساوي هسه راح أضرب 252 × 22. هنا أقول 252 × 22، 2 × 2 = 4، 2 × 5 = 10، 0 و1 إعادة تسمية، 2 × 2 = 4، 1 × 5. هسه ننزل الصفر لأن راح أضرب بالعشرات، 2 × 2 = 4، 2 × 5 = 10، 0 و1 إعادة تسمية، 2 × 2 = 4، 1 × 5. هسه راح أجمع 4 + 0 = 4، 0 + 4 = 4، 5 + 0 = 5، وهذه 5 تنزل. إذن هنا عندنا 5544 متر مربع، هذه مساحة الحديقة والممر. مساحة الحديقة والممر اللي هو الطريق، يعني مساحة الحديقة
ومساحة الطريق إيش قد هنا طلعت عندي 5544 متر. هسه أريد أنا بس مساحة الطريق، بس مساحة الطريق شنو أسوي؟ هذه المساحة الكلية للحديقة والممر أطرح من عندها مساحة الحديقة راح تطلع لي مساحة الطريق. إذن هنا نقول مساحة الطريق، مساحة الطريق يساوي مساحة الكلية للحديقة والممر إيش قد 5544 ناقص أنقص من عتها مساحة الحديقة، مساحة الحديقة إيش قد هنا صارت 5024 راح تطلع لهنا مساحة الطريق ويساوي هنا نقول 4 ناقص 4 0 4 ناقص 2 2 5 ناقص 0 5 و5 ناقص 5 0 إذن 520 متر مربع هي مساحة الطريق. إيش قد مساحة الطريق 520 متر مربع. صار واضح؟ النقطة الثامنة اكمل الجدول المجاور. هنا مطيني نصف القطر والقطر والمساحة. أول مطلب هنا مطيني القطر ويريد المساحة ويريد نصف القطر. زين هنا إيش قد عدي القطر؟ القطر 4 سنتيمتر. إذا القطر 4 سنتيمتر إذا نصف القطر إيش قد؟ إذا هنا أقول نصف القطر يساوي القطر، يساوي القطر تقسيم 2، القطر تقسيم 2 ويساوي هنا ايش قد عندنا القطر؟ القطر 4 تقسيم 2 ويساوي 4 قسمه على 2 2 سنتيمتر. اذا نصف القطر هنا ايش قد؟ نصف القطر هو 2 سنتيمتر. اذا هنا اقول نصف القطر، اذا هنا اقول نصف القطر هو 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر. إذا كان القطر 4 سنتيمتر إذا القطر إيش قد 2 سنتيمتر. هسه يريد هنا عندنا المساحة، هسه نقول هنا عندنا مساحة الدائرة، مساحة الدائرة راح نطبق قانون مساحة الدائرة اللي هي نصف القطر، في نصف القطر في النسبة الثابتة أو النسبة التقريبية ويساوي نصف القطر إيش قد هنا عندنا 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر في النسبة الثابتة هي 3 عدد صحيح هو 14% ويساوي هنا عندنا 2 في 2 4 4 سنتيمتر تربيع في 3 عدد صحيح و 14% ويساوي هسه راح أضرب بدون فواصل وبعدين أرجع الفاصلة أقول 4 في 4 16 6 1 إعادة تسمية 4 في 1 4 1 5 4 في 3 12 هسه ارجع الفاصله كم مرتبه بعد الفاصله مرتبتين احسب مرتبتين 1 2 واضع الفاصله اذا هنا عندنا 12 عدد صحيح و 56% سنتيمتر تربيع هي مساحه الدائره. اذا مساحه الدائره هي 12 عدد صحيح و 56% هنا اكتب المساحه اللي هي 12 عدد صحيح و 56 بالمئة سنتيمتر مربع. زين هنا عندنا بنطيل المساحة 379 عدد صحيح و 94% سنتيمتر مربع ويريد القطر ويريد نصف القطر. اذا هنا نقول مساحة الدائرة، مساحة الدائرة يساوي نصف القطر في نصف القطر في النسبة الثابتة. هنا عندنا مساحة الدائرة ايش قد منطيني اياها 379 عدد صحيح و هنا ايش قد منطيني اياها و 94%. هنا عندنا نصف القطر هو يريده اللي هو نصف القطر تربيع، يعني نصف القطر في نصف القطر، نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة 3 عدد صحيح و 14%. هسه اريد اطلع نصف القطر، هنا اقول نصف القطر، نصف القطر تربيع يساوي هنا عندنا ضرب من راح هنا احولها راح تصير هنا عندنا قسمه، يعني اقسم هنا 379 عدد صحيح و94% تقسيم هنا عندنا 3 عدد صحيح و14%. اول شيء راح اشيل الفواصل واقسم وبعدين ارجع الفاصله. هنا عندنا 3 مراتب، اذا اخذ منها 3 مراتب، يعني 3 مراتب بالمقسوم عليه اخذ 3 مراتب من المقسوم 379 وهنا عندنا 314. 379 كم مره بيها 314؟ يعني واضحه بيها 1، بيها 1. هسه اضرب 1 في 314
314. هسه اطرح يعني 1 في 4 4، 1 في 1 1، 1 في 3 3. هسه اطرح 9 ناقص 4 5، 7 ناقص 1 6، 3 ناقص 3 0. هسه راح انزل التسعة، انزل التسعة صارت 659. كم مرة بيها 314؟ بيها 2، لان هنا انا اشوف المئات، المئات هنا 600 وهنا 300، و600 كم مرة بيها 300؟ بيها 2. اذا راح اقول هنا بيها 2، اقول 2 في 4 8، 2 في 1 2، و2 في 3 6، 628. هسه اطرح 9 ناقص 8 1، 5 ناقص 2 3، و6 ناقص 6 0. هسه راح انزل 4، صارت هنا 114. كم مرة بيها 314؟ بيها 1، 1 في 314 314. واطرح هنا عندنا 0 0 0، اذا الناتج هو 121. اذا نصف القطر تربيع، نصف القطر تربيع ايش قد يساوينا؟ يساوينا 121. زين انا شنو اريد؟ اريد هنا نصف القطر، مو نصف القطر تربيع، لا نصف القطر. اذا يعني هذه نصف القطر منين جايتنا؟ جايتنا من نصف القطر في نصف القطر، نصف القطر في نصف القطر. اذا هنا عندنا 121 منين جايتنا؟ جايتنا من 11 في 11، من 11 في 11. اذا هنا اقول نصف القطر يساوي 11 سنتيمتر، اذا نصف القطر هو 11 سنتيمتر. يعني من اضرب هنا 11 سنتيمتر في 11 سنتيمتر راح يطلع 121 سنتيمتر تربيع، اللي هو نصف القطر في نصف القطر. واضحة الفكرة؟ هسه طلعنا نصف القطر اللي هو 11 سنتيمتر، نصف القطر ايش قد هنا؟ 11 سنتيمتر. زين شنو يريد بعد عندي؟ يريد القطر، يريد القطر. والقطر شلون اطلعه؟ نصف القطر اضربه في 2، اقول القطر، القطر يساوي نصف القطر في 2، ويساوي ايش قد نصف القطر طلعناه؟ 11 في 2، ويساوي هنا نقول 2 في 1 2، 2 في 1 2. اذا هنا عندنا القطر 22 سنتيمتر هو القطر. اذا هنا عندنا القطر هو 22 سنتيمتر، 22 سنتيمتر هو القطر. نجي للمطلب الثالث، هنا مطين المساحة 78 عدد صحيح هو 15 سنتيمتر تربيع، ويريد القطر ويريد نصف القطر. نفس الطريقة راح نطلع نصف القطر والقطر. إذن راح نطبق قانون مساحة الدائرة ويساوي نصف القطر في نصف القطر في النسبة الثابتة. هنا عندنا مساحة الدائرة، ايش قد منطيني مساحة الدائرة؟ 78 عدد صحيح و15 سنتيمتر مربع، ويساوي نصف القطر في نصف القطر. ما عندي هنا نصف القطر، هو يريده، ونصف القطر في نصف القطر يعني نصف القطر تربيع، يعني هذه نصف القطر تربيع هي نصف القطر في نصف القطر. في النسبة الثابتة ايش قد؟ 3 عدد صحيح و14%، هاي لازم حافظينها هنا. هسه اريد اطلع نصف القطر، نصف القطر تربيع يساوي شنو راح اسوي؟ راح اقسم المساحة، اقسمها على النسبة الثابتة. هنا اقول 78 عدد صحيح و15 تقسيم هنا عندنا 300، و3 عدد صحيح و14%. هنا عندي قسمة، وبالقسمة لازم هنا المقسوم عليه عدد صحيح، اضرب هذا العدد اضربه في 100 حتى احول الفاصلة العشرية مرتبتين، وهنا كذلك راح اضربها في 100 احول الفاصلة العشرية مرتبتين، فراح يصير هنا عندنا 50. اذا هنا راح ارفع الفواصل، فراح يكون هنا عندنا المقسوم 7850 المقسوم، والمقسوم عليه 314. هسه اللي ما فهم هذه الخطوة، هنا شنو عندنا؟ عندنا قسمة، والمقسوم عليه شنو؟ هنا عندنا عدد عشري، هنا ما يصير اقسم على عدد عشري، لازم احوله الى عدد صحيح. زين هنا عندنا شلون احوله الى عدد صحيح؟ هذا عدد صحيح و14% راح اضربها في 100، ويساوي الضرب في 100 يعني احرك الفاصلة العشرية مرتبتين، 1 2 هنا راح تكون الفاصلة العشرية، اذا هنا راح يكون العدد هو 314. ضربت المقسوم عليه في 100، كذلك المقسوم راح اضربه في 100 اللي هو
وسبعين عدد صحيح وخمسة عشر، راح أضربها في مئة ويساوي هنا أضربها في مئة، يعني أحول الفاصل العشرين مرتبتين. هنا عندي مرتبة، أحتاج مرتبة ثانية، أضيف صفر وأحرك الفاصل العشرين، هنا صارت عندي مرتبتين. إذن هنا صار عندي العدد 7850. هنا توضيح شلون صار المقسوم والمقسوم عليه، صار واضح؟ هسه أقسم. هنا عندنا 7850 كمرة بيها 314، هنا عندنا ثلاثة مراتب فأخذ ثلاثة مراتب، يعني أقول 785 كمرة بيها 314. هنا أنا أشوف المئات، هنا عندي 7 وهنا أنا عندي 3، 7 كمرة بيها 3 بيها 2، إذن أقول بيها 2. هسه أضرب 2 في 4، 2 في 4 8، 2 في 1 2، 2 في 3 6. هسه أطرح هنا نقول 5 ناقص 8 ما يصير، هنا أنا أخذ من ماخذ من 8، 8 راح يصير 7 وال5 راح يصير 15، 15 ينقص من عدها 8 بيها 7، 7 ناقص 2 بيها 5، و7 ناقص 6 بيها 1. هسه ننزل هذا الصفر، صارت هنا عندنا 1570 كمرة بيها 314. هنا أنا أقول بيها 5، هنا أنا شلون 5؟ هنا أنا أقول 15، 15 كمرة بيها 3 بيها 5، إذن هنا نقول 5 في 4 20، 0 و2 إعادة تسمية، 5 في 1 5 و2 7، 5 في 3 15، أطرح 0 0 0 0، إذن الناتج هو 25. إذن هنا نقول نصف القطر تربيع يساوي لنا 25. زين، هو شو يريد؟ يريد هنا نصف القطر، يريد نصف القطر، يعني مو نصف القطر تربيع. ونصف القطر تربيع منين جايتنا؟ جايتنا نصف القطر في نصف القطر. إذا هاي 25 منين جايتنا؟ جايتنا من 5 في 5. إذا نصف القطر يساوي 5 سنتيمتر. إذا نصف القطر ايش قد يساوي لنا؟ 5 سنتيمتر. هسه طلعنا نصف القطر، هسه راح نطلع القطر، القطر يساوي نصف القطر في 2، نصف القطر ايش قد طلعناه؟ 5 سنتيمتر في 2، ويساوي هنا الراء يعني القطر 5 في 2 10، 10 سنتيمتر هو القطر، 10 سنتيمتر هو القطر. هنا نكتب القطر هو 10 سنتيمتر، صار واضح؟ قطر ساق أحدى أضخم الأشجار في العالم يساوي 10 عدد صحيح و 18 متر تقريبا، أجد مساحة مقطع ساق هذه الشجرة. إذا هنا شنو يريد؟ يريد مساحة. هنا أنا راح نطبق قانون مساحة الدائرة، هنا نقول مساحة الدائرة يساوي نصف القطر في نصف القطر في النسبة التقريبية أو النسبة الثابتة، ويساوي هنا شنو منطيني؟ منطيني قطر، منطيني قطر، وأنا هنا شنو أريد؟ أريد نصف القطر. إذن راح أطبق قانون نصف القطر، نصف القطر شي يساوي؟ يساوي لنا القطر تقسيم 2، تقسيم 2، ويساوي قد القطر هنا منطينيها 10 عدد صحيح و 18 راح أقسمها على 2، ويساوي 10 قسمها على 2 5، و 8 قسمها على 2 4، وهنا عندنا مرتبة واحدة بعد الفاصل، فراح يصير هنا 5 عدد صحيح و 14 سنتيمتر هو نصف القطر، هو نصف القطر. إذا هنا عندنا نصف القطر ايش قد؟ 5 عدد صحيح و 14 العفو هنا متر، متر. إذا هنا نقول 5 عدد صحيح و 14 متر في 5 عدد صحيح و 14 متر في النسبة الثابتة ايش قد هي؟ 3 عدد صحيح و 14%، ويساوي هسه اول شيء راح اضرب هذه، هنا عندنا نصف القطر في نصف القطر راح اضربهم، هنا اقول 54 في 54، راح اضرب بدون فواصل، هنا اقول 54 في 54، 4 في 4 16، 4 في 5 20 و 1 21، انزل صفر لا راح اضرب بالعشرات، 5 في 24 0 و 2 اعادة تسمية، 5 في 5 25 و 2 27. هسه راح اجمع 6 زائد 0 6، 1 زائد 0 1، 2 زائد 7 9، وهذه الاثنين تنزل. اذا هنا عندنا 2916. هسه احسب كم مرتبة بعد الفاصلة؟ هنا 1 وهنا 1، اذا مرتبتين، احسب مرتبتين 1 2 واضع الفاصلة، والمتر في المتر متر مربع. اذا هنا صار عندنا 29 عدد صحيح و16 جزء من 100 متر مربع،
في 3 عدد صحيح و 14%. هسه راح اضرب هذه الاعداد بعد ما ارفع الفاصله. هنا نقول 200 وهنا نقول 9 16 في هنا نقول 314. هسه راح اضرب هنا نقول 4 في 6 24، 4 و2 إعادة تسمية، 4 في 1 4 و2 6، 4 في 9 36، 6 و3 إعادة تسمية، 4 في 2 8 و3 11. هسه راح أضيف 0 لأن راح أضرب بالعشرات، 1 في 6 6، 1 في 1 1، 1 في 9 9، وواحد في 2 2. هسه راح اضيف صفرين لان راح اضرب بالمئات، 3 في 6 18، 8 و1 اعادة تسمية، 3 في 1 3 و1 4، 3 في 9 27 7 و2 اعادة تسمية، 3 في 2 6 6 و2 8. هسه راح اجمع، العفو 4 زائد 0 زائد 0 4، 6 زائد 6 12، 2 و1 إعادة تسمية، 1 و6 7، 7 و1 8 و8 16، 6 و1 إعادة تسمية، 1 و1 2 و9 11 و4 15، 5 و1 إعادة تسمية، 1 و1 2 و2 4، 4 و7 11، 1 و1 إعادة تسمية، 1 و8 9. إذن هنا راح يكون العدد 915 و 624. هسه احسب كم مرتبة بعد الفاصلة بالنسبة للعددين. هنا اقول 1 2 3 4، اذا احسب 4 مراتب، 1 2 3 4، اذا هنا راح اضع الفاصلة، اذا راح يكون 91 عدد صحيح، 91 عدد صحيح، 1624 جزء من 10000. إذا راح يكون 91 عدد صحيح و 5624 جزء من 10000 متر مربع هي مساحة الدائرة اللي هي مساحة الساق، لأن الساق هو دائري. إذا المساحة هي 91 عدد صحيح و 5624 جزء من 10000 متر مربع هي مساحة الدائرة. وانتهى درسنا لهذا اليوم، مع السلامة.